بنعم، وأيضا التأثير على إرادة الناخبين وحثهم على عدم المشاركة في الاستفتاء من قبل جماعة الإخوان، بينما أجمعت المنظمات الدولية التي تابعت الاستفتاء أنه صار طبقا للمعايير الدولية، وأعلنت ذلك في مؤتمر صحفي في القاهرة عقب انتهاء عملية الاستفتاء. نشاهد معا رأي المنظمات الحقوقية في هذا التقرير. الملاحظات اللي احنا شايفينها هي ملاحظات بسيطة لا تؤثر على نتيجة عملية الاستفتاء. اعتقد ان كان الجيش والشرطة قاموا بدور كبير في حماية المواطنين للإدلاء بصوتهم. يمكن نسبة المشاركة حتى اذا لم تتجاوز 50% اعتقد انها نسبة جيدة جدا وعادلة في ظل الظروف السياسية والامنية وفي ظل التحريض على عدم المشاركة السياسية. اعتقد نسبة 97% قالوا نعم على الدستور. اعتقد ليست صدمة، لأن النهاردة الشعب استحضر من جديد قادة وزعماء تاريخيين استشعروا الحرج في المرحلة اللي بتمر بيها مصر، وبالفعل خرجوا كلهم علشان يقولوا نعم للدستور، نعم للاستقرار. أنا أرى أن الاستفتاء يعني صار بانسيابية جيدة جدا، كان مطابق إلى حد ما إلى المعايير الدولية. هذا الاستفتاء كان مطابق للإطار القانوني الناظم له، استفتاء ناجح جدا بالمقارنة مع الظروف الأمنية والظروف السياسية والجدل السياسي الدائر في مصر في الفترة الأخيرة. يعني فعلا ملاحظات الجمعيات الحقوقية كان محايد جدا. وهنشوف معنا على الهاتف الأستاذ شادي طلعت رئيس منظمة اتحاد المحامين الحقوقية. مساء الخير أستاذ شادي. مساء الخير يا أستاذ خير. حضرتك شفت بنفسك في اللجان عملية التصويت والانتهاكات والحيادية اللي من قبل منظمتكم معهودة حتى في الانتخابات السابقة، عايز أعرف تعليق حضرتك إيه؟ أولا يا أستاذ خير يعني أرجو بس أن أنا أتحدث أولا عن شروط المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة. نعم. علشان يبقى المشاهد يقدر يقارن بما حدث في مصر من إجراءات حول استفتاء 2014 وحول شروط هذه المعايير. شروط المعايير الدولية للانتخابات أولا أن تكون الانتخابات حرة. ثانيا أن تكون الانتخابات نزيهة. ثالثا أن يكون للانتخابات مواعيد دورية معلومة للشعب، وأن تكون إجراءات العملية الانتخابية لوقت وزمن محددين. رابعا التزام مؤسسات الدولة بتأمين العملية الانتخابية. آخر حاجة اللي هي السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، وكذلك السماح لمنظمات دولية بمتابعة الانتخابات. بالنسبة للخير للانتخابات الحرة بتعني عدة أشياء. أولا احترام إرادة الشعب، حماية حقوق المواطنين الأساسية زي حرية الرأي والتعبير، زي حرية الفكر والاعتقاد، زي حماية التجمعات السلمية، أيضا حق تأسيس الأحزاب طالما توفرت شروط تأسيس الأحزاب طبقا للدستور والقانون. آخر حاجة أن تكون السلطة القضائية مستقلة. نعم. وشرط الانتخابات النزيهة بتعني أيضا عدة أشياء. يعني في فرق بين حرة ونزيهة. الانتخابات النزيهة بتعني يعني إذا كان هناك اقتراع عام، الاقتراع العام ده بيعني زي تصويت أعضاء مجلس الشعب برفع الأيد. أو الاقتراع السري اللي هو التصويت في صناديق الاقتراع، أو الاقتراع الغير مباشر ده بيبقى عن طريق تفويض الناخبين لأعضاء البرلمان ليقومهم باتخاذ القرارات فيما بعد. رابع حاجة عدم التمييز بين الرجل والمرأة أو بسبب دين أو عرق. آخر حاجة أن القانون لابد أن هو يحمي الفرد وأن يكون هناك تطبيق عملي لهذه. أستاذ شادي طبعا أنا ما فهمتش لغاية دلوقتي، يعني الاستفتاء اللي حصل امبارح هو الامبارح يعني نفس الشروط اللي حضرتك قلتها مطبقة عليه ولا في شروط معينة؟ كافة الشروط اللي احنا قلناها حضرتك للمعايير الدولية طب الحمد لله الانتخابية أو صناديق الاقتراع أو الشفافية أو خلافه نجد أنها كانت موجودة بالفعل لما حدث. يعني يمكن أقول لسعادتك الحاجة أستاذ خيري، منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية وإحنا بمراقبة للانتخابات من عام 2005 لأول مرة يكون لنا تقرير إيجابي سواء في استفتاء أو عملية انتخابية. لأول مرة يكون التقرير لدينا تقرير إيجابي. يمكن هناك بعض الأشياء اللي حدثت، يعني في ناس يعني اللي بينتقدوا العمليه اللي حدثت كاجراء او كثير عمليه يعني بيقولوا
شابها اشياء من عدم الشفافيه، زي مثلا التيارات اللي كانت بتحمل نعم للدستور او خلافه. كانت هذه الاشياء ان كانت موجهه من الدوله فهذا امر يشوب العمليه الانتخابيه، ولكن هناك اشياء لن تتمكن من السيطره عليها حتى في اعتى الدول الديمقراطيه، اذا كانت امريكا والهند وخلافه او ده، هناك اشياء لكنها في النهايه لا تشوب العمليه داخل صندوق الاقتراع. معايا يا فندم؟ نعم. يمكن اللي شاب العمليه الانتخابيه وجود بعض الاشخاص سواء كانوا قضاه كما تم الاعلان عنهم او موظفين ينتمون الى جماعه معينه ويريدون توجيه التصويت الى امر ما اللي لا في الدستور، ولكن حتى هذه الامور تم الامساك بها وتم تلاشيها وتم الاعلان عنها، مما يثبت يا استاذ خيري يعني حياديه ونزاهه عملية التصويت التي تمت في 2014. طيب استاذ شادي، بعد اذنك يعني الملحوظات اللي رصدتوها انتم بالذات كاتحاد المحامين الحقوقيه، هل ممكن يعني في الانتخابات اللي جايه تتفاداها اللجنه العليا للانتخابات، يعني تاخذ برايكم؟ اعتقد ان اللجنه العليا للانتخابات بالفعل يمكن هي لاول مره بتكون يعني ذات صدر رحب واسع. متعاونة معاكم يعني؟ متعاونة جدا، متعاونة جدا، اللجنة العليا للانتخابات متعاونة جدا، أعتقد أن الشعب أيضا أستاذ خيري الآن قد ألم بالعملية الانتخابية، وألم بأشياء كثيرة جدا إذا ما شابتها فإنها قد تبطلها أو تعطل من إجراء سيرها. أعتقد أن لأول مرة، ودي الواحد بيقولها بفخر يعني حتى التقرير الصادر عندنا إحنا لم نجد يعني حتى الامور المخالفات اللي كانت لا تستحق انها تذكر، وان كنا ذكرناها ولكنها لا تستحق ان تذكر، لان العمليه في النهايه تمت بنزاهه وحياديه وشفافيه شديده جدا، ودي يمكن لاول مره يعني يكون لدينا في مصر اجراءات تصويت بهذا الشكل. استاذ شادي، ايه المنظر اللي فرحك والمنظر اللي زعلك في اليومين الاستفتاء؟ يمكن اكتر منظر كان مشرف بالفعل هو وجود النساء بكثرة. وجود النساء بكثرة، لكن الإلمام أو عدم إلمام الشعب ببعض الأمور المعينة، بمعنى أنه أول ما تبدأ عملية التصويت لابد من أن كافة الدعاية تقف، ما يبقاش في أي حاجة خالص حتى من المواطنين. يمكن هي دي بس الحاجة اللي أقدر أقول لحضرتك عليها، أن هي قد حتى يعني الشكل عندنا حتى يكتمل بنسبة 100% ينقصنا هذه الثقافة، ان اول ما صندوق الاقتراع يبدا في التصويت ان كل شيء يتوقف، ولكن يمكن المنظر اللي كان مبهر بالفعل هو وجود نساء مصر. يعني هؤلاء النساء بالفعل اللي هم اثبتوا ان المراه المصريه بحق تتمتع بوطنيه قد لا تتمتع غيرهن من النساء في انحاء كثيره جدا في العالم. فعلا هذا المنظر اللي كان مشاهد فعلا. استاذ شادي، يعني سؤال اخير، يعني هل انتم من حقكم ترصدوا بس انتيار امتنع في منظمه يعني صوتت بلاء، يعني في ناس بتتهم حزب النور انه ما حدش حاضر، يعني فانتم ممكن تلاحظوا الحكايه دي؟ لا، هذا يعني مساله ان حد حشد او ما حشدش دي مسألة قد ترد في التقرير، ولكنها عملية سياسية لا تمت للمجتمع المدني صلة. يعني أنا مش من حقي إن أنا أقول فلان حشد أو فلان ما حشدش، يعني بقولها إذا كان في هناك حشود موجهة أو جماعات موجهة أو باصات موجهة، دي ممكن أقولها بخبر حضرتك يعني بذكرها في التقرير عندي، ولكن كون إن أنا مثلا أوجه لوم لجمعية أو لحزب أو لخلافه أو لجماعة إن هم حشدوا أو لم يحشدوا، انا ما اقدرش ان انا اوجه لهم. المراقب في النهايه استاذ خيري له ان يرى العمليه الانتخابيه منذ الاعلان عن الترشح، لو في انتخابات يعني مش استفتاء، منذ الاعلان عن فتح باب الترشح الى تقديم الطعون ونتيجتها دون ان يبدي رايه. دون ان يبدي رايه، هو مجرد ان هو بيذكر الحقائق فقط، فان كانت حسنه فبيذكر ان هي كانت مطابقه للمعايير الدوليه، وان كانت غير مطابقه بيذكر الاشياء التي شابتها. ما احنا خدنا منكم يا استاذ شادي الملحوظات يعني وزعناها، اذا كان في لجان فتحت متاخره، في قضاه غير متعاونين. لا دي بتذكر طبعا، لا يا فندم دي بتذكر. القضاه كانوا متعاونين معاكم؟ جدا. جدا. القضاه كانوا متعاونين لاقصى درجه، ولكن انا بقصد حضرتك عن مساله العمل السياسي.
المراقب يجب ان يكون حياديا ونزيها ولا يمارس عملا سياسيا، ده اللي اقصده. ولكن مساله فتح اللجان او غلق اللجان او كل ما يتعلق بالعمليه الانتخابيه ده بيذكر، ولكن توجيه الراي من المجتمع المدني هذا امر ممنوع على كل من يراقب العمليه الانتخابيه. نعم، هو فعلا انتوا اول مره يبهركوا هذا المنظر، لانه قبل كده ما قلتوش انه اتبهرنا باي منظر. هذه حقيقه. شكرا استاذ شادي طلعت، رئيس اتحاد المحامين الحقوقيه، شكرا جزيلا لوجودك معنا في قناه اونست. اعزائي المشاهدين، المصريون وجهوا ايضا ضربه قاضيه للجماعه الارهابيه في عقد